تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، احتفلت مؤسسة إنجاز البحرين بشركائها ومتطوعيها في حفل التكريم السنوي 2024 الذي أقيم برعاية شركة بابكو للتكرير وإبراهيم خليل كانو وتمكين. وقد كرمت سمو الشيخة حصة أكثر من 350 من الأفراد والمؤسسات الذين ساهموا بشكل كبير في دعم برامج المؤسسة. جدا فخورين بهذه الفعالية اللي عندنا، وهذه الفعالية إثبات لكل ما نقوم به في إنجاز البحرين من إلهام وتطوير الطاقة الشبابية اللي عندنا. واليوم حفل التكريم حق تكريم وتقدير كل المساهمين اللي قاموا وكانوا جزء من نجاح إنجاز البحرين. احنا اليوم طبعا كمتطوعين نطمح ان احنا نشوف الطلاب اللي تعبنا وياهم او اشتغلنا وياهم طول السنة نشوف النتيجة مالتهم في النهاية، وانا كشخص استمتع لان اتطوع واشارك ويا إنجاز البحرين ان انا اشوف الانوفيترز والانتربرنورز والليدرز مال النكست جينيريشن من الحين. واشتمل التكريم للجهات الداعمة على مدار العام وهي وزارة التربية والتعليم، شركة ألبا، بنك السلام، بابكو للتكرير، باتلكو، بنك البحرين والكويت، البحرين الوطنية للتأمين، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، بنك البحرين الوطني، تمكين، بورصة البحرين، شركة بنفت، وبنك البحرين الإسلامي وغيرهم من جهات. التكريم السنوي طبعا مثل نموذج للنجاحات اللي سواها البرنامج إنجاز البحرين بتعاونهم مع المدارس وبتعاونهم مع الجهات التعليمية، يعطونا احنا فرص كالمتطوعين ان احنا نساهم في مستقبل البحرين ومستقبل الشباب الواعد ان شاء الله. بالنسبة لي انا كشاب وشخص احب اعطي واتطوع واقدم اشياء للمجتمع وحتى لمملكة البحرين، فهذه التكريمات صراحة تعطيني دافع معنوي، وانا كنت مشارك اليوم في مسابقة الخطابة او في مؤتمر السنوي دي تاك، تأهلت الحمد لله رب العالمين وقدرت امثل مملكة البحرين وفزت المركز الاول. وصرحت صاحبة السمو والشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين أن حفل التكريم هو احتفال بالدعم المتواصل من الشركاء والمتطوعين، وأن التزامهم الثابت هو القوة الدافعة لتمكين شباب البحرين وبناء مستقبل أكثر إشراقاً. بتنظيم من الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية في البحرين، شهد مركز صفية علي كانو للفنون حفل تكريم مميز لمرضى أمراض الدم الوراثية المتفوقين، والذي يشهد في الوقت الحاضر اهتماما كبيرا بهؤلاء المرضى عبر توفير العلاج المتطور ورعاية علاجهم. نحتفل اليوم بتكريم المتفوقين من المرضى بفقر الدم المنجلي، ونحن سعداء بهذا الحدث لأن هذا يخلينا نعرف أنهم قادرين على أنهم يتفوقون ويقومون بأي عمل يمكن أن يسوونه، فعددهم تقريبا يمكن 35 من كل المدارس ومن كل المراحل العلمية، وفيهم بكالوريوس وماجستير، فهذا يفرحنا أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة. وأعربت الجمعية عن فخرها بإنجازات الطلاب المتفوقين الذين حققوا تقديرات عالية تجاوزت 90% على أمل أن تتواصل إنجازاتهم عاما بعد عام، وأن الجمعية التي تأسست في العام 1991 لن تدخر جهدا في مواصلة هذا التكريم مستقبلا. أحب أتكلم اليوم عن فعاليتنا، فعالية تكريم مرضى أمراض الدم الوراثية. طبعا هاي الفعالية احنا نسويها سنويا للمرضى وتزيدهم دعم وإصرار على الامتياز، وحابين نوجه كلمة حق الداعمين والداعمين والمؤسسات المجتمع المدني ان احنا مرضانا مرضى السكلر والثلاسيميا مرضى قادرين على الانجاز والوصول، فنتمنى نتمنى منهم ان هم يشاركونا
ويدعمونا أساس إحنا نقدر نواصل هاي المسيرة. كوني كأحد مرضى سكلر وبالأصالة عن أخواني مرضى الثلاسيميا وضمن رؤية جلالة الملك سمو ولي عهده إحنا الحمد لله حظينا برعاية ولفتة حانية جدا جميلة في المجتمع المدني. من خلالها استطعنا يعني إحنا في الجمعية من سنة 1991 ما شاء الله. وتأتي هذه الفعالية في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتقدير جهود الأفراد الذين واجهوا التحديات الصحية بإرادة قوية. وفي الختام تم توزيع الشهادات على المرضى المكرمين من قبل سعادة السيدة أمينة الجاسم القائم بأعمال مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية. محاضرة ملهمة بعنوان وفرة الحياة وعبث الدنيا، قدمها الدكتور أكبر جعفري بقاعة الشيخ عيسى بن سلمان الثقافية بنادي الخريجين، حيث تناولت المحاضرة موضوعات حيوية تهم المجتمع مع تزايد التحديات والفرص في حياتنا اليومية. هذه المحاضرة الليلة محاورها الرئيسية هي الفجوة الحاصلة بين وفرة الحياة وعبث الدنيا. الوفرة هي أكثر بكثير مما نحتاجه، ولكن العبث أحدث لنا نوع من عدم التوازن في الخيرات وفي التصرفات. العقل الموازي الذي يشجع على التفكير النقدي والتحليلي، فقد تناولت المحاضرة عدة نقاط رئيسية عن وفرة الحياة التي تتمثل في الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المتقدمة، فلذلك لابد من زيادة أهمية الوعي الذاتي للحفاظ على توازن داخلي في ظل تسارع الأحداث من حولنا. طبعاً اليوم نفتتح باكورة أعمال نادي الخريجين الثقافية مع المجلس الجديد اللي تم انتخابه منذ فترة وجيزة، وطبعاً باكورة الهاي مع الدكتور والأكاديمي أكبر جعفري وهو غني عن التعريف. طبعاً إن شاء الله تكون هذه بداية، وعندنا إن شاء الله مشاريع ثقافية واجتماعية كبيرة مع المجلس الجديد اللي اختارته الجمعية العمومية. التأكيد على أن وفرة الحياة تأتي مع مسؤوليات كبيرة من خلال تنمية العقل الموازي، ويمكننا تحويل هذه الوفرة إلى فرص حقيقية تحسن نوعية حياتنا، وفرصة لتعزيز الوعي وتشجيع الجميع على مواجهة التحديات الحياتية بروح إيجابية.